بهجت بكلمك يا ابني. بقالي فوق؟ طب يلا نطلع. لا انا اتكل على الله عشان اشوف موضوع عربيتي اللي اتسرقت ده. عربيتك ايه يا ابني؟ ده في عربيه نازله السوق كمان شهر بتاعتك. بجد؟ والله عربيه بتسوق نفسها بنفسها. لا يا راجل. والله بقول لك، انت عارف انت لو على طريق سريع ومزنوق عايز تخش الحمام، الكرسي بيتفتح كابانيه تعمل براحتك ويقفل تاني. طب دي فيها شطافه طبعا. لا العربيه فرنساوي، فرنساوي ما بيتشطفوش. تحب السرعه؟ بحب السرعه جدا، شاوي يعني. دي 3000 كيلو في الساعه. طب انت هتجيب فلوسها منين دي يا سلطان بس؟ 50000 جنيه بس يا ابني. ربنا يقدرك يا اخي، ربنا يقدرك ويعينك على مصاريفك. اوعى تقول الكلام ده بقى، ما تبقاش عبيط. انت اخويا يالا. حبيبي. يلا نطلع لداليا بقى. يا سهله. نطلع لداليا، داليا محاميه. يعني انت عشان تطلع لها لازم تطلع لها يا محامي يا متهم. او مستشار مثلا. هو انت ما بتبصش في المرايه خالص يا سلطان؟ مستشار ايه؟ ما تنفعش طبعا مستشار ولا محامي اصلا، هو متهم. طيب عايزين نفكر دلوقتي بقى ايه التهمه اللي هنخش على داليا بيها؟ نقول لها ان انا اغتصبت واحده وبعدين قتلتها ورميتها في الرياح. ده اعدام يا ابني مش اعدام. عشان الاغتصاب ولا عشان القتل؟ لا عشان الرياح. اللفظ ده ما حدش بقى بيقوله يا سلطان. طب حلو، انزل اوزع منشورات لقلب نظام الحكم. ليه؟ يا لهوي. ايه يا لهوي؟ بس ده ما تقولوش بيني وبينك اصلا. ليه اعدام؟ اعدام ايه؟ يا ريت تيجي على اعدام قلب نظام الحكم. طيب حلو، حاجه اجرام لايت كده، سرقه بالاكرام. انت غبي قوي يا سلطان. ليه يا ابني؟ مفيش حاجه اسمها سرقه بالاكرام، اسمها سرقه بالاكرام. ومع ذلك برضو مش هتنفع. ايه ده يا بهجت؟ ايه بص، انت ساند على ايه؟ العربيه. بص على العربيه كويس. ايه ده؟ دي عربيتي. هاي لا حول ولا قوه الا بالله. انت مالك حلال يا سلطان. طب بقول لك ايه، انا جات لي فكره. ايه؟ هنقول لها ان انا كنت سارق عربيتك وهو يبقى مننا فينا. بالعكس يا سلطان، انا عندي فكره احلى. بهجت، انت مودينا فين؟ اصبر وانت هتفهم. ايوه انت مطلعنا على طريق سريع ليه؟ قلت لك بقى اصبر. الراجل اللي هناك ده ينفع؟ ينفع ليه؟ ينفع يجي على الكبوت؟ حسب بقى، حسب بقى، خبطت الراجل! خبطت الراجل! قتلته! فل جدك كده. فل ايه؟ انت قتلت الراجل! لا! انت اللي قتلته. انا؟ الكلب ده كان بيعدي الطريق وده طريق سريع، وانت راكب عربيتك فقتلته، وده حقك. حق ازاي؟ احنا رحنا في داهية. بالعكس يا سلطانية، نص قانون العقوبات بيقول من قتل قتلا خطأ على طريق سريع غرامة 25 جنيه. ونروح لداليا بقضية. حلو الكلام. حلو، بس افرض الراجل ده طلع عايش. لا ما انا هأكد وادوس عليه حالا. هو ده يا باشا. ايوه هو. انا اعرف اطلعه لو من وسط مليون واحد. خبط الراجل وجري. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بابي انت ليه منفعل؟ انا اساسا معترف، ما تقول له حاجه يا باشا. بتهدى شويه يا ابني. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. انت هتشحتي يا باشا. الشقه كان فاضي والكوبري بعيد، الراجل قال يعدي ويخلص. قوم قوم. طلع عليه زي الصاروخ وشمر على الارض شيل وكان بيضحك. انت شفته بيضحك؟ هو فعلا يا فندم عنده حق، انا كنت ميت من الضحك وانا بدوس الراجل، شكله كان بيضحك موت فعلا. ايوه يا باشا شفته، وعدم المؤاخذه كده شكله كان ضارب حاجه. لا انا ما كنتش ضارب حاجه واحده، انا كنت ضارب حاجات مختلفه، يعني كذا نوع من المخدر والكحول خلاني مش شايف قدامي. لا ما هو سيادتك بسحمه وفحمه سيد الرئيس، ان هذا المتهم كان ماتي بسرعه 346 كيلو في الثانيه. عارف لو كانت 345 كنت عديتها لك، بس انت بقى بصراحه كده كسرت الحاجز. لا يا فندم، دي شهاده زور، انا ما كنتش ماشي 350، انا كنت ماشي 400 حقيقي. يعني كنت سايق بسرعه مجنونه تحت تاثير المخدرات والكحول. ايوه يا فندم. وكان معاك واحده. ماشي اوكي، وكان معايا واحده. ده انت شكلك هتطول معانا شويه يا فندم. انا مش هتكلم الا في وجود مراتي. مراتك؟ مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي. محامي بتاعه.